تدشين أول مركز لاستلام النفايات وإعادة تدويرها في البلاد، خطوة ترقبها الكثير من المهتمين بالشأن البيئي لما لها من أثر في رفع الوعي وعدم انتشار المرادم، بالإضافة إلى تحقيق بعد مادي من خلال استثمار إعادة تدويرها. تم تدشين محل لتجميع المواد التي ممكن إعادة تدويرها من بلاستيك ومن ورق. هذا المحل حاليا يقع في منطقة كيفان، وبعمل جيد من الإخوان في أمنية، اتحاد جمعيات تعاونية ساهم في هذا العمل، وكذلك بلدية الكويت. أنا أشكر الجهات كلها على إيجاد هذا الفرع في هذه الجمعية لتجميع المواد التي يمكن إعادة تدويرها لزيادة الوعي في هذا المجال. احنا لدينا نفايات كبيرة في دولة الكويت، من الأفضل أن يتم إعادة تدويرها. دورنا الأساسي أصلا احنا كجمعيات تعاونية في الأمور الاجتماعية والخدمات اللي نقدمها لأهل المنطقة. فمشروع مثل هذا صراحة احنا كتعاونيين قبل حتى مركز أمنية فخورين أيضا بافتتاح هذا المشروع. أعضاء مشروع أمنية القائم على المركز أثنوا على دعم جمعية كيفان وإقبال المواطنين من اليوم الأول، آملين أن يساهم المركز في خلق مفهوم جديد للصناعة في الكويت وتعميم الفكرة على باقي الجمعيات التعاونية. من أول يوم حطينا المركز، جمعية كيفان حطت لنا المكان، عطتنا الهدايا العينية، عطتنا الميزان والموظف، والحمد لله بدأوا الناس من أول يوم يجون. وإحنا هدفنا الحين مع الخطوة هذه إن هذه الخطوة تنتشر في كل جمعيات الكويت، لسبب إن إحنا ما نبي النفايات تروح المرادم. المدير العام للهيئة العامة للبيئة كشف عن تخصيص مساحة 2 كيلومتر مربع في منطقة السالمي لمصانع إعادة تدوير النفايات، وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.